هنحتاج كيس ونص تقريبا او كيس يعني حسب كميه بقى كل بيت واللي يناسبه من المكرونه الاسباجيتي، بصله جوليان، البصله دخلوها يا جماعه، معلقه كبيره من الثوم المفروم، 3 كوبايات من صوص المارينارا، كوبايتين من صوص الالفريدو، زيت زيتون ومرقه ومعلقه كبيره زعتر ناشف، ملح وفلفل اسود، وللوش عايزين كوبايتين جبنه، اي بقى ميكس جبن تحبوه في الدنيا، البصل يا ولاد ممكن؟ شكرا شكرا. ويلا بينا هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد صوص المارينارا، احنا عندنا واحد جاهز اهو ممكن نستخدمه. انتي سخنة قوي ليه؟ امسكك من الجنب. اي 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 اتلسعت. يلا بينا، مكرونة بسيطة جدا جدا. بصوا هنعمل ايه، هنيجي هنا في الطبق ونحط صوص الالفريدو اللي احنا سبناه من اللي عملناه، مش احنا سبنا شوية، سبنا قد كوبايتين تلاتة كده اهم، وهنوزع وناخد عليهم صوص مارينارا. كده كده، وانا ممكن ازود حبه كمان صغيرين بس، حلو قوي كده. شويه زيت زيتون، شويه ثوم مفروم، شويه بصل جوليان، شويه زعتر، هناخد كمان شويه مرقه عشان المكرونه تستوي فيها، كفايه كده. وهنيجي بمضرب كده وندخل كل العظمه دي في بعضيها. لا لا ما تبهدليش الاشار بإخص عليك، ما عادش في اخلاق عند الصوصات يا جماعه. هقف بعيد كده عشان ما يطرطش عليا ونقلب. ما فيش اخلاق، مفيش اخلاق يا مروه. ايه مين مروه اللي في دماغي دي طول اليوم؟ انا قلت لك يا مروه تاني، ما اعرفش. يا جماعه انا النهارده، انا النهارده بقول لنور يا مروه طول اليوم، ما حدش يقول لي ليه، ما اعرفش. ما اللي واخد عقله مروه، دي مشكله كبيره على فكره. مشكلة ان انا مش عارفة مروة مين يعني، لا مش مروة امام مثلا اللي بتيجي في دماغي حد اعرفه، لا مروة اسم عشوائي بحت، ما عنديش، مش مربوط في دماغي بحد معين، فمش عارفة في ايه النهاردة. يلا بينا، حطينا كده ايه كل حاجة، هنيجي بقى نعمل ايه. انا بفكر ان انا اوزع الجبن، لا ولا خليها للوش، هحط الاول المكرونة. بصوا هتعملوا ايه، هتاخدوا كده شويه مكرونه وبقوتكوا كده تقسموها نصين، يا ريتني ما قلت، وتوزعوها بالشكل ده تاني، ونوزع بالشكل ده كمان، لحد ما نوزع الطبق كله. حلو زي الفل. هتجيبوا برضو، شكرا ليه السرعة دي، هتيجوا برضو زي ما عملنا المرة اللي فاتت وتنزلوا كده المكرونة في الصوص
وادي الجبن على الوش. الوصفات دي جميله قوي كده، طبق واحد وارمي في الفرن وخلصت الموضوع. كمان لو احنا مجهزين الصوص من الاول يبقى عز الطلب. هنغرق بقى الوش جبنه، وطبعا ده بمزاجكم، ممكن اصلا ما تحطوش جبنه خالص لو مش عايزين، لكن هي يعني الوصفه معموله كده، لكن زي ما قلت بمزاجكم، بمزاجكم في الكميات وبمزاجكم في الانواع. هنوزع الجبنه على الوش في كل حته، وهندخل الفرن على درجة حرارة 200 حرارة من فوق وتحت لحد ما الوش يحمر والمكرونة دي تسيح وكل أمورنا تبقى تمام. ونختبر كده من الجنب حتة مكرونة نشوف الوضع ايه. بصوا برضو عايزة اوريكم، شايفين المنظر؟ المكرونه مش ملزقه في بعضيها، اهي مفرطه دايبه في الصوص، ودي كده يبدو ان هي محتاجه سن سوى زياده. فظيعه. حلقه النهارده لا، عيب اللي بيحصل ده. هي عايزه سنه سوى، ولكن احنا هنكمل سواها على مهلنا عشان بس ايه نختم معاكم الحلقه. بديها بس رشه ريحان على الوش، هتديها طعم جميل.